مساء الخير يا ريس، مساء الخير يا فندم. انا احمد رافت، بيسموني مذيع الشارع، ملقب بمذيع الشارع، مش متعود على جو بشكركم جميعا، مش متعود على جو قاعات مني للشمس على طول، فدايما حرقان وكده. فانا مبسوط ان انا مع حضراتكم النهارده. احنا عملنا فيلم اسمه كلام القلب. كلام القلب كنا بنصوره مع ستات مصريات فضليات، كل واحده فيهم كان عندها قصه طويله جميله جدا، كل واحده فيهم كانت قادره وقويه انها تتكلم قدام الكاميرا كانها بتقعد قدام الكاميرا بالساعات. ناس حضراتكم ما يعرفوش احنا في اول الحلقه هنتكلم او في الفيديو هنتكلم عن ايه، ما يعرفوش الفيديو ده هيتذاع فين، ما يعرفوش ان حضراتكم اللي هتشوفوا الفيديو ده ويمكن تفاجئوا. قبل التصوير كنت بحاول ان انا يعني اخفف التوتر بتاعهم شويه قبل ما نصور عشان يكونوا بيتكلموا براحتهم، فكنت بسالهم حضرتك قلتي كام مره انا سايبه لكم البيت وماشيه. طبعا كلهم قالوا قلنا كتير، بس كلهم ما عدوش الباب بتاع البيت، عشان الست المصريه ست زي امي بتحب اولادها، ربنا يشفيها وربنا يخلي لنا كل ام مصريه ويرحم كل ام، ربنا يرحمها يا رب العالمين. شكرا يا فندم. وحابب اقول ان الفيلم اسمه كلام القلب، بس بعد ما حضرتك هتشوفوه هتشوفوا الست الجميله اللي كان نفسي اسميه الست الجميله اللي قالت انا عندي 70 سنه بس انا قويه. شكرا جدا يا فندم.